تقدم طلبة التوجيه الثلاثاء في مبحث الثقافة العامة المستوى الثاني للدورة الصيفية، والذي سار كما مخطط له وبشكل منضبط في جميع القاعات في المملكة بحسب وزارة التربية. وسادت حالة من الارتياح لدى الطلبة الذين وصفوا أسئلة الامتحان لمبحث الثقافة العامة المستوى الثاني بالسهلة والبسيطة والمباشرة. كيف الأسئلة بشكل عام والوقت؟ والله الوقت طويل، يعني أنا خلصت أول نص ساعة وقاعد زهقان. الأجل الحمد لله تمام. الامتحان سهلة الامتحان؟ والله كويس الحمد لله، يعني سهل وصعب مع بعض، بس امتحاننا كويس الحمد لله رب العالمين. الله يوفق الجميع يا رب. لا والله بسيطة سهلة. والله الحمد لله ممتازة الحمد لله، يعني كانت أسئلة سهلة، بس يعني اللي دارس يجيب هذا إيش بالتأكيد. كيف الامتحان؟ شكلك مفلس. كثير سهل، يعني كثير يعني امتحان بده بس نص ساعة حل الحمد لله، وأسهل كله من الكتاب وكثير مباشرة. الحمد لله. يعني سؤال، يعني كيف الامتحانات بشكل عام لغايه؟ بشكل عام بالنسبه لي تخصص ادبي يعني متوسطه، بس هو الامتحان اللي ضغط كان شوي صعب، باقي الحمد لله كله تمام. شكرا. الامتحان اليوم يعني بسيط، بس ان شاء الله يجي امتحان بكره برضه بسيط زيه، عندنا احياء. الله. الاسئله اجت مباشره؟ الاسئله اليوم اجت مباشره وعادي بسيطه ولا احلى منها، بس ان شاء الله بكره يجي هيك. اسئله مباشره وسهله، يعني ما في سؤال بده تفكير، يعني مباشره على الدرس. امتحان رياضيات قصة لحالها. كيف اسئلة سهلة؟ خمسينات والله بجبتنا، والله كمان ان شاء الله باذن ان شاء الله باذن الله باذن واحد احد. شو رايك؟ والله امتحانات سهلة جدا جدا، يعني ان شاء الله 50 اليوم ان شاء الله. غرفة العملية الرئيسية في وزارة التربية والتعليم وبحسب العاملين فيها والمشرفين عليها سجلت تراجعا كبيرا في عدد وطبيعة الملاحظات والاتصالات الواردة إليها من الميدان بشأن مجريات الامتحان مقارنة بالدورات السابقة. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.